زميلنا العزيز محسن سميكة، رئيس تحرير موقع الموقع وكاتبنا الهمام وصديقي العزيز جدا. ازيك يا محسن؟ ازيك يا استاذ يوسف؟ عامل ايه؟ خير الحمد لله. الحمد لله. معلش انا قلت لك من امبارح احنا هنتقل عليك يا محسن طول الوقت. لا لا ازاي حبيبي، في أي وقت، من أي من وقت من امبارح وقت ما اتكلمنا حبيبي، ربنا يخليك، من امبارح من وقت ما اتكلمنا وكانت الساعه عندكم تقريبا 4:30 بتوقيت دي سي او بتوقيت الساحل الشرقي لحد النهارده، ايه الجديد، ايه المستجدات واجتماعات الرئيس واجندته اللي يمكن كنت بوصفها انها مثقله ومتخمه؟ بالتاكيد انت كمان ذكرت واقع او يعني تطور مهم جدا جدا، وهو تبني القضايا. يعني هو فكره بالنسبه للاداره الامريكيه، بالنسبه للمجتمع المال والاعمال، بالنسبه للديمقراطيين اللي التقوا بالسيد الرئيس او حتى الديمقراطيين، الحديث باسم الاخر ده بيدي مصر قوه بالتاكيد بشكل كبير طبعا. حينما نتبنى الملف السوداني، الملف الليبي، الملف العراقي، العديد من القضايا، وليست المره الاولى. يمكن السيد الرئيس في كل لقاءاته في الامم المتحده وهو المنبر الاعلى في العالم، القضيه الفلسطينيه حاضره بقوه. بالتاكيد الثوابت الاساسيه في الخارجيه المصريه، وده واحد من انجح الملفات اللي بتشرف عليه مؤسسه الرئاسه بشكل مباشر، وهو عدم التدخل في شؤون الدول، وهو تأييد المنظمات او المؤسسات المنتخبه داخل الدول، ضروره اعطاء الفرصه كامله لمن يحكم. فهي القضيه قضيه ثوابت مصريه، اعتقد انها بتنال اعجاب حتى الدول الغربيه، اللي السيسي بيتناول خطابه في ضروره العمل على هذه الثوابت والتاكيد عليها في القلب من القضيه الفلسطينيه اللي النهارده حاضره وبقوه في لقاءات السيد الرئيس. ارجع للسؤال الاساسي، ما حدث من الامس الى اليوم هو الاحتياج الاخر الينا. طب حد بيسمعنا يقول لك معقوله امريكا تحتاج لنا؟ اه طبعا امريكا تحتاج لنا، لان امريكا محتاجه لمصالحها ومصالحها الفتره المقبله. بالتاكيد الدول الافريقيه مصالحها الدوله الفتره المقبله من خلال مصر اكبر بوابه للدول الافريقيه، اتفاقيات بالعديد مع الدول الافريقيه في اكثر من اتفاقيه بتجمع مختلف الدول. فاذا اردت افريقيا، الكلام ده بتقوله الاداره الامريكيه مش انا اللي بقوله، اذا اردت افريقيا فعليك بمصر. اذا اردت السيطره على التوغل الصيني اذا صح التعبير في والروسي في الدول الافريقيه فعليك بمصر. انا كنت موجود بحكم السفر الكتير من خلال 3 أو 4 شهور في جوله افريقيه شملت السنغال وشملت الكاميرون وشملت غانا وشملت كل الطرق هناك. يا يوسف انت سافرت كتير وبتشوف هذا الامر، هذا الطريق تقوم بانشائه الصين وتاخذ حق الدفاع له لمده 50 سنه. اصل يا محسن انت عارف، هذه الانشاءات انت عارف جدا، يعني زي ما كنا بنتكلم يمكن بحكم الشغل وبحكم السفر وبحكم حضور فعاليات كتير على المستوى الدولي واظن بحكم القرايه كمان، يعني الصين شريك هادئ بيخش يشتغل ويستثمر ويتشارك مع الدول دون ان يتدخل في شؤون الدول على الاطلاق، وده من ضمن الشروط المهمه اللي بقت افريقيا بالتحديد وهي ترفع شعار الاستقلاليه والسياده، وده حاجه مهمه يعني تخش حتى الاتحاد الافريقي ليهم كاتبين كده الاستقلال والسياده، فانه ما تتدخلوش في شؤوننا، اللي عاوز يتشارك معانا اهلا وسهلا، لكن اللي هيتشارك بدعوى انه يتشارك وبعد كده يبدا يخش في شؤوني مش عايزك. من هنا التاكيد على الثابت المصري اللي دايما السيد الرئيس بيتحدث من خلاله اللي بنتكلم عليها، ان احنا عندنا ثوابت في سياستنا الخارجيه وهي عدم التدخل في شؤون الدول، دعم المؤسسات المنتخبه داخل الدول، دعم شرعيه الانظمه الحاكمه داخل الدول، عدم فرض سيطره او بسط اي نفوذ من اي نوع داخل الدول. فبالتالي اذا بنتكلم على انه الاقتصاد للصين وجه واحد في التعامل مع مختلف الدول وهو وجه اقتصاد دون التلامس مع الوجه السياسي، فعلى الاداره الامريكيه اذا كانت ترغب في جني ثمار ومكاسب عده تستفاد بها اولا ثم تفيد الدول الاخرى ان تنتهج هذا النهج، عدم التدخل في شؤون الدول، والا يكون الاقتصاد بوابه خلفيه للتلاعب داخل تلك الدول من خلال من يحكم ومن لا يحكم، من يتحرك ومن ينجح ومن يخفق. لانه في النهايه انا بكلم حضرتك على شكوى هنا في الولايات المتحده الامريكيه انا لامسها، انا بقالي 5 أيام الناس بتتكلم هنا على غلاء الاسعار، واذا كان الكلام ده بقى السيد المواطن اللي بيسمعنا هيصدقه مش هيصدقه، علب السجاير ناس بتشتريها فيها زياده 8 دولار و10 دولار عن شهر فات او عن 20 وفاتت. فانت مش بتتكلم على زياده اسعار في مصر، بتتكلم على زياده اسعار في الولايات المتحده.
الناس هنا مستنيه الانتخابات الامريكيه بفارغ الصبر عشان تعبر عن ارادتها في الصندوق، عشان تقول انها عندها خلاف مع الاداره الامريكيه الحاليه اللي هي بتتغير، اللي هي بتتغير بمناسبه القمه الافريقيه الامريكيه الثانيه، بتتغير حاليا السياسه الامريكيه توجه نحو افريقيا، نحو اقتصاد، نحو استفاده الولايات المتحده، نحو الوجود والشراكه مع كبريات الدول الاقتصاديه النمور. بقى بنتكلم الصين، ما هو نمر اقتصادي كبير جدا الصين، وبالتاكيد طبعا باقي الدول وباقي التشعبات اللي موجوده في الولايات المتحده تريد ان تسترد عرشها اللي بقى ازعم انه بيهتز وبيرتعش، وثوابته بدات تتغير بسبب الاحتياج المادي ايضا داخل الولايات المتحده الامريكيه. يعني في النهايه مش بمعزل عن العالم، موجوده وبتشعر وبتئن، والمواطن الامريكي اللي هو بيتكلم طول الوقت عن غلاء الاسعار داخل الولايات المتحده الامريكيه، ده والله ما كلام انشا، ده كلام احتكاك. يعني بكلم حضرتك من قلب العاصمه، وبنسمع الناس ونشوفها ونتابعها على انه في زياده اسعار طول الوقت في المواصلات، زياده اسعار في البنايات، زياده اسعار في الايجار، الضرائب الزياده جدا، وزيادات كبيره مش صحيح، مش تدريجيه، مش مرحليه، مش تدريجيه، لا دي زيادات مباشره. احنا لما بنيجي ننزل نشتري من اي ماركت او بنتحرك ويكون معانا مواطن من البلد نفسها او حاجه، بيقول انت متخيل السعر اللي في ايدك دي كانت من اسبوع بكذا؟ ايوه، هنا المواطن الامريكي بيتحدث كده وبيقول الكلام ده، بيقول ان السلعه دي من اسبوع كانت بكذا ومن 10 ايام كانت بكذا. فاذا احنا بنتحدث عن اوجاع عالميه، مش بنتكلم على وجع مصري ولا وجع افريقي فيما يتعلق بزياده الاسعار. في شكوى وفي البعض يئن بالتاكيد، بس والله العظيم الولايات المتحده الامريكيه المواطنين بيئنوا من زياده الاسعار. ده صحيح، ده صحيح. انه هنا في غلاء وفي زياده في الاسعار مبالغ فيها وعلى فترات متقاربه، يعني المنتج بتشتريه النهارده بعد 5 ايام بتلاقي سعره مختلف، بتلاقي سعره زياده. فهي حدوته عالميه، بعد حدوته الحرب الروسيه الاوكرانيه وبعد حدوته الكوفيد، حاليا غلاء الاسعار والمشاكل اللي فيها العالم والتضخم وكل المشاكل دي كلها حدوته عالميه، بجانب الحواديت اللي كانت اللي سبقت هذه المشكله وهذه المشكلات. لكن مصر بصوره قويه جدا جدا داخل البرواز بشكل كبير. مصر تعي تماما احتياج الاخر اليها هي، بس كل القضيه وانا اثق تماما في القياده المصريه في حسن استغلال عوز الاخر الينا، اذا صح التعبير، انا بقول الجمله مترتبه، في حسن استغلال عوز الاخر الينا، الاخر عايزنا جدا عشان مصالحه، فاحنا كمان نختار او دي لغه مصالح، سياسه لغه مصالح، احنا كمان نحسن اختيار طلباتنا او احتياجاتنا منه طالما هو عايزني. احنا بنتكلم على اقتصاد وبزنس، يعني وين وين سيتويشن، انت عايزني وجاي لي، انا موافق ان انا اكون بوابتك لافريقيا، انا موافق ان انا اسهل لك حاجات كتيره جدا، بس انا كمان عندي متطلبات بالمقابل. اولها حضرتك قلتها في الاول، عدم التدخل في شؤوني انا شخصيا، مش في شؤون الدول الافريقيه. صح. اللي انا هبقى بريدج ليها، ما انت عايزني عشان يعني تاخدني حركه تجاره طبعا، فانت ما تتدخلش في شؤوني انا اولا، ثم في شؤونهم هم، وانا اسهل لك التجاره اللي انت عايزها. عشان كده قلت لحضرتك حزن استغلال عوز الاخر الي. صح 100%. محسن، اولا انا عايز اشكرك جدا 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 زميلنا وصديقنا العزيز الكاتب الصحفي محسن سميكة، رئيس تحرير موقع الموقع.